فاطمه الجابيع انا علاقتي بها تلاقيت معها كنا باقي صغار هكذا في دار الشباب زرقتوني بالضبط، وتلاقيت معها كممثله مسرحيه وكدير لا دونس. فاطمه كانت اول عمل ديالها تلاقيت معها هو كانت كتوجد واحد المسرحيه مع المخرج الدكتور محمد الازهر، مسرحيه سميتها الكراسي. فاطمه الجابيع اولا هي كصديقه، صديقه متميزه، صديقه يعني سنوات وحنا تنتعرفوا، صديقه صادقه طيبه تتواصل بزاف منفتحه، هادشي اللي ممكن نقول عليها كصديقه. شنو نقول لك فاطمه الجابيع بالنسبه لي انا كنعرفها واحد المده طويله، كنعرفها باقي الله دات الخطوات الاولى ديالها في التمثيل كممثله، وكانت من الخطوات الاولى كتبان انها غتكون ممثله مزيانه، ولكن ولات مخرجه هذه حاجه اخرى عاوتاني. انا وخويا ومراته مليانة شي رجل تفيد تتي واقيلة كنتي لانجليا ديانا داك شي علاش اجي ما تخافيش. معلش معلش السعدية انا عبرتي على هني التايم كنعرفش طيب مزيان تيلي تبارك الله عليك معلم الطياب. يلا وريني وريني نشوف الطاجين اللي طيبتي طيبت لك كلشي. لا بلاتي خنشوف خنشوف انا خليني انا بغيت المفاجأة نشوفها. تيش اشمن طيبة طيبت لك واحد شيوة هانت شوف هانت عاود شوف شوف مزيان طيبت لك اللحم مخضر بالكرعين ديال الدجاج وزوقته لك بالحوت في البواطات ودابا دابا عرفتي كنوجد لك شلاضه زوينه بالقليه هانت شوف شوف البواطات طيبه البواطات شوف الخضر والبيض زوينين حميد حميد عطيني باش تشري الناس كاس كروطات. كانت يعني كتعمل لاسيستانا، هي عملت لاسيستانا قبل لان عملت عده اعمال ديال سيت كومات مسلسلات، يعني ماشي جات وبلانجات على كيف تنقولوا على الاخراج. الجميع اللي تميزها على مخرجين اخرين او مخرجات اخريات، يعني فاطمه يعني تعرف كيفاش تتعامل مع الرواد، لان عشره الرواد يعني ناس اللي يعني عندهم واحد السنوات وعندهم تجربه وهذه، وعرفت كيفاش تحتويهم كيفاش تجرهم، وكذلك تعرف كيفاش تتعامل مع شباب. يعني ما هي جات في هاد الفتره يعني عند بحال بين هاد الجيلين، وتتعرف كيفاش تحتوي الممثل. كانت ما بين الناس اللي هما فتحوا لي القلب ديالهم في العمل وفتحوا لي القلب ديالهم بالنصائح. ان فاطمه الجابيع تبارك الله راه اكسبيريونس في الميدان، وحنا الحمد لله ملي تلاقيت انا خاصه ملي تلاقيت مع فاطمه الجابيع كان الحمد لله واحد توافق لا انساني ولا فني على جميع الاصعده. ما ادراك ما فاطمه الجابيع ملي كانت كدير السكريبت، فاطمه الجابيع ملي كانت كدير السكريبت كانت كتميز بالدقه في الملاحظه. ملي كنقول الدقه في الملاحظه ماشي حدا تلبستي قميجه صفراء تلبستيها حمراء، لا ماشي هذيك القميجه، كتير الدقه في الملاحظه في يعني في ما كيتسمى الموفمون. إلا حركتي غير يدك هزيتي القهوه بلا سرعه ولا هزيتيها منين كتقول لك لا هزيتيها الطريقه باش هزيتيها كتبقى حاضيه، يعني في الحركه في ليروغار حتى في ليروغار لي زاك ديالو كنقول لك ما شفتيش هنايا شفتي هاي كتمحل الممثل بكل صراحه تحضير الممثل ان جميع الحركات ديالو الصغيره في راكور كتحضر لي عندها دقه الملاحظه في راكور دو موفمون. وفاطمه انا دائما بخلاف الممثلين ما عرفتش علاش ديما راه كنقولها لها كنشوفها ممثله اكثر، علاش؟ حيت تلاقينا في التمثيل وكانت اول خطوه ديالها هي التمثيل، ودائما بقات عندي ديك الصوره ديال فاطمه الممثله. طبيعه الحال هي كتلقى راسها في الاخراج اكثر، خدمت اعمال ناجحه دارت لها الاخراج وهذا، ولكن ديما كنقول لها شوفي انت راه ديما كتباني لي فاطمه الممثله، يمكن حيت البدايه بدينا في التمثيل بجوج وهذا بقات عندي هذيك الصوره. يعني ما نقدرش نقول لك هذيك ممثله تبارك الله فاطمه،
يعني عندها واحد الحضور ديالها سبيسيال، يعني ما عندناش منها جوج في المغرب. اللي خصكم تفهموا وتعرفوا مزيان باللي انا ملي كندخل للميدان كنولي فيه سبعه. ردوا بالكم ما بالكم، ما تعصبوش ليا بنت خويا، راه هي ملي كتنيفا كيوليو فيها سبعه رجال. وهذيك البطله اللي كتعتقد عند راسها باللي هي بطله، مني غتجيبيني يدي غادي تولي بصله وغادي غادي نعش. كوميسار قال برك الكلب، ها دابا جايباني كملتيها جايباني المدرسه علاش نعاود لك انا مدوبل العام يبان عليا المعلم دابا انت المدير انا قيد لك خلص لك السيرونس ودخلي على القري ها كان بري انا راه عندي مشكله سربيني قلبي لك عليها دابا انت كتقلب على بوشوب وقطاي وعلى من على نصيبين بري عليا وانا كنقلب على بوشوب وقطاي إيه؟ اذا عندنا نفس الهدف تبعني تينا هدفينا تورنوا هذه داوي على تي انا غنقول لك بري على نصيبي في الدرجه هذا صراحه إيه؟ انت واحد الرجل خفيف الظل انا خفيف الظل وليت باراسول فاطمه دارت عده اعمال يعني سلسلات ومسلسلات وهي ممثله قبل ما تكون مخرجه يعني كانت نجحات في عده ادوار مثلا هذا انا خويا ومراتو اللي كانت لعبها دور السعديه كانت يعني جد متميزه في هذاك الدور وكانت يعني تتلعب الفكاهة وتلعب دراما وكفننا المغرب كله الحمد لله تيعرف فاطمه الجابيه وتيعرف قوتها كممثله هذه مما لا شك فيه ان برزات في بزاف ديال الاعمال المغربيه اللي مازال اليوم هذا تتعاود في التلفزه المغربيه احنا في سنه 2017 شوقه شوقه وقيل قتلها البنج اولي ماتت خلتيها اش هاد المصيبه جبتي ليا حياتي كلها وانا كندير هادشي مع ما وقع لي هاد المشكل مشينا فيها انت اللي مشيتي فيها ماشي انا انت اللي مشيتي فيها علاش انا مشيت فيها انا قتلتها وانا اللي قتلتها انت اللي جبتيها دابا شنو غنديروا دابا ما عندك ما دير انت اللي غادي دير ماشي انا علاش بغيتي ندير ويلي شجبني ليا شوف بلا ما تبقى تحيد عليا دابا اللي عطى الله عطاه الدريه ماتت الى علمتي البوليس غتمشي فيها انت تمشي فيها واش انا اللي قتلتها وانا اللي قتلتها انا بغيت غنفكك ماشي شغلي انا هادشي دابا شنو هو المعمول دابا قولي شنو غنديروا دابا صافي دابا تقولي شنو هو المعمول شوف شتاني تلقى انا شتاني شوف سمعني وتبت ورقه ما تتعاد عليا غادي نتسناو حتى يطيح الظلام وغادي نخرجوها ونديوها في الطوموبيل ديالك ونلوحوها في البحر واللي لقاها غادي يقول انتحرت كفنانه موهوبه جدا تتحلم بزاف عندها مخيله كبيره وهذو الحوايج اللي خص يكون عند المخرج كمخرج تنبغي المخرج يكون عنده هذه الميزات يعني عنده خيال كبير وتتسمع فاطمه الجابيع يعني حيت كاين مخرجين ما تيسمعوش يعني تيدير داكشي اللي في راسو بعض المرات يكون غلط وعارف راسو غلط فاطمه تسمع ممكن اي واحد يتشاور معها ممكن تسمع لاي حد وهذه نقطه زوينه يعني ماشي سهله يعني فاطمه الجابيع يعني النجاح ديالها كيكمل في الكاستين في القضيه اللي كتحمل وكذلك في الاشتغال ديالها بواحد التفاني واحد الاخلاص انها خصها تشوف في العمل صاري ما في احيان تاخذ الموقف تاخذ البادره في الاحيان اللي خصها تاخذها فيها يعني حيت حضرت لها في يعني في مواقف كانت يعني تعرف امتى تاخذ قرار امتى تاخذ سميتو دونك انا بالنسبه لي امراه حديديه قويه ما شاء الله عليها فهي كمخرجه عندها العين وتنظن ان العين ديالها الحمد لله ما تتخونهاش تتعطينا اعمال جيده جدا دراما مغربيه حقيقيه اللي تنقلبوا عليها حنا صراحه في التلفزه المغربيه وهي كمخرجه يعني عالمها زوين في البلاطو ديالها.
المخرجة متمكنة من الأدوات ديالها وانت تعرف كيفاش ديريجي لاكتور. هذا هو اللي تيهمني أنا خاصة لأن المخرج تيعرف يديريجي لاكتور ديالو. هذا جي عاجيت معاك باش نزور المرحومة في نفس الوقت بغيت نعرف الحقيقة اللي ماما الله يرحمها تمنى تصالحني بها. الساعة دفنات معها مسكينة. اسمع ودي أسعد نهضر بزاف سكت حسن. أنا كنعرفك وحاسس بك ما غير على بالك تتعرف منين انت وشكون أصلك. مش ماشي من حقي نعرف من حقك واللي خصك تعرفه ولدي سعد هو ربي عز وجل دلك تويت الخير وهما ما عمرني ما غادي نسامحه وبغيت نعرف الحقيقة. الحقيقة هذا اللي خصك تعرف هو أنا والمرحومة مدلنا فيك الخير. كيفاش بغيتوني نسامحكم وانتوما عيشتوني في كذبة 25 عام؟ خصني نعرف الحقيقة والحقيقة كاملة. هذا ماشي وقتها بهذا جينا نترحموا على المرحومة مرة أخرى نقول الحقيقة. كمرأة غنجيب رجل رضوان كاين انا هو اللي يقدر يدوي لك عليها. انا فاطمه صاحبتي كمرأة كنظن انا فاطمه عندها مع يعني غنهضر على واحد الكوتي صغير عندها مع الطبخ عندها مع الكوزينه ولكن كاين واحد النقطه اخرى بغي نقولها فاطمه انسانه اللي انسانه وعندها واحد العلاقه خطيره بعائلتها كتبغي باها كتبغي ما كتبغي خوتها كتميل ليهم كتدوب فيهم يعني فيها واحد الميزه اللي انا بالنسبه ليا كنشوفها في شي انسان كنحترمه. فاطمه انسانه طيبه وصديقه عزيزه ومرضيه الوالدين وكتبغي كتجتهد كتبغي تعمل اعمال جميله وكتبغي تشوف الممثلين اللي كتعامل معاهم يكونوا يبانوا في صوره جميله فكنتمنى لها التوفيق ونتمنى ان تعطاها حقها وتعطاها اعمال اللي غادي تبدع فيها وتنتمنى لها التوفيق ان شاء الله ومسار موفق ان شاء الله وتنتمنى لها ان شاء الله مسيره موفقه ان شاء الله وتنقول لها بان راه عزيزه على القلب وعزيزه على الجمهور المغربي كامل والله يوفقها. فاطمة جميع نقول لها تنبغيك عزيزة عليا بزاف وما ندمانش حيت تعرفت عليك.